أو كلمة نحوها. قوله أو كلمة نحوها يعني شبيها لها، وهذا فيه احتياط من الرواة، وهذا لعدالة الرواة ولأجل إبراء ذمتهم، يقولون أو، وذلك حتى يأتوا بالحديث على وجهه الصحيح، فإن شكوا في ذلك قالوا أو، حتى لا يتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصدق عليهم حديثه عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، على صيغة الجمع، وفي رواية: فهو أحد الكاذبين على صيغة المثنى.